بعد غيبة طويلة رجعت لكم في الفيديوهات ديالنا ديال وصفات زوينة وسريعة. اليوم غادي نمشي بكم لإسبانيا وغادي نوجدوا الوصفة إسبانية المعروفة اللي تعرفت في الأول ديالها فالنسيا. هي وصفة أندلسية اللي ما كاينش شي واحد ما كيعرفهاش. غنوجدوها اليوم بطريقة سهلة وناجحة 100%. الوصفة ديال اليوم هي البايلا. نمشيو نوجدوها. كنحتاجو زيت الزيتون، طبصيلة صغيرة، جوج تومات بقشورهم، القشور ديال الكروفيت ما كرميوهمش حيت هما اللي كيعطيونا المذاق، وريقة زيت ناموسة، وكنبقاو نحركو مزيان حتى كيتقلاو ليا القشور ديال الكروفيت وكيطلقو لو جو ديالها. بعد ما كيتقلى لينا القشور ديال الكروفيت مزيان هما والثومة والبصلة، غادي ندوز دابا نزيد العطريه، نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال البزار، شويه ديال التحميره، وغادي نحرك. دابا غادي نمرقوا لابيسك ديالنا بالماء، معلقه كبيره ديال كونسونطري ديال مطيشه ولا مطيشه ديال الحك، وغادي نزيد شويه ديال الزعفران شعره. غادي نحرك مزيان وغادي نخلي البيسك ديالنا تشرب. اول حاجه كناخذ زيت الزيتون تكون نوعيه جيده، بايلا كتبغي زيت الزيتون. كناخذ ثومه اللي حكيت من قبل، 4 ديال الدريسات، بصيله مشلضه، بعد ما تشحرت لينا البصله مزيان كناخذ لي كروفيت اللي خليت بقشورو وكنحمرهم في الزيت. هاد الكروفيت هو اللي غادي نزوق به في الاخير البايلا ديالي. كنحمرو باش كيطلق ليا اللذه ديالو في المقله. كنحيدو الكروفيت بعد ما كيكون طلق لينا الماء ديالو، كنطيبوهش بزاف حيت مازال غيكمل الطياب في الفران. من بعد دابا كنضيف لي فالوغ، نفس الشيء باش هما كيطلقوا لو جو ديالهم. لي فالوغ كيبقاو اختياريين، تقدروا ديروهم وتقدروا ما ديروهمش، تقدروا ديروا ليمول ولا بوزروق على حسب نتوما شنو كتبغيو وشنو عندكم في الدار. وكنحيدوه. دابا كناخذ كالامار، نضيفو كالامار، كنشحرو واحد شويه. كالامار هو اللي كنخليه انا يطيب لان كياخد طياب، كنخليه كيطيب مع الروز والخضره. وكنقليو الروز في الزيت مزيان حتى كيولي لينا ترانسبارون ولا شفاف. بعد ما كنغليو مزيان البيسك دو كروفيت ديالنا كنطحنوه وكنصفيوه وكنحتفظو بالعصاره ديالو. من بعد ما كيتقلى لينا الروز مزيان كنخلطوه مع الكالامار اللي خليناه في الجنيب، وكنبداو نزيدو العناصر الاخرى. اول حاجه هي الفلفله ديال الالوان،
غتحتاجوا تقريبا فلفله من كل نوع على حسب القياس ديال المقله اللي عندكم. فلفله خضراء، فلفله صفراء، دابا غادي نزيدوا العطريه. ما نساوش ان لابيسك ديالنا حتى هي فيها ديجا الملحه والتوابل، دونك غادي نزيد التحميره، الابزار والملح. غادي نزيد الزعفران شعره والدويمه ديال الزعفران اللي ديجا في الزبد. غادي نحرك كل شيء مزيان. بعد ما تشحروا لي جميع المكونات مزيان والرز شرب لي المذاقات ديال الخضر، غادي نزيد الجلبانه شويه اختياريه، تقدروا ما تزيدوهاش. قزبر معدنوس، وغادي نزيد مطيشه محكوك، وغادي تبقى لي اخر مرحله اللي هي البيسك دو كروفيت اللي غادي نسقي به البايلا ديالي واللي غادي يطيب لنا فيه الرز. بعد ما شحرت الرز وزدت ليه الخضر اللي بقاو وشرب لينا المذاقات اللي كاينين عندنا في المقله، بقى لي اخر مرحله اللي هي البيسك دو كروفيت اللي وجدنا طحناه مزيان وصفيناه. غادي نديرو دائما بالنسبه البايلا كنديرو جوج مرات ديال السوائل بالنسبه للرز. بحال دابا هنايا درت زلافه ديال الرز كبيره، غادي نزيد جوج زلايف ديال لابيسك دو كروفيت اللي وجدت من قبل. تقدروا ديروا بيان سيغ جوج زلايف ديال الفومي ولا جوج زلايف ديال المطايب اللي ما عندوش الوقت. دائما واحد ديال الرز وجوج ديال السوائل. دونك غادي نزيد، غادي نخلي الرز ديالي يطيب هو والخضر. كنزيد الصدر ديال الدجاج في الاخير لان كيطيب دغيا، وشويه ديال الكروفيت اللي منقي من قبل. وغادي نتلاقاو في المرحله النهائيه ديال التزيين واللي بيان سو غادي ندخلوها واحد تقريبا واحد 10 دقائق للفران. من بعد ما طابت لينا البايله ديالنا، الرز طاب مزيان وكيف ما شفتوا لو جو اللي درنا كيجي مقاد هو والرز، غادي تبقى لينا مرحله ديال التزيين اللي كتبقى اختياريه، كل واحد يزين باش ما بغى. ضروري من الحامض مع البايله. انا غادي ندير هاد الحامض اللي قطعت في الجنيبات، تقدروا ديروه الوسط اللي بغيتوا. وغادي نزينو بالكروفيت ولي بالوغ اللي فتنا وقليناهم في البدايه ديال الوصفه. باش تصدق لكم البايلا ديالكم ضروري من المقله اللي غادي تطيبوا فيها تكون خاصه بالبايلا باش تطيب لكم فوق البوطه وتكملوا ليها الطياب في الفران. انا استعملت المقله ديال لاماكوم، هي اللي كنستعمل ديما في الطياب ديال البايلا، النوعيه ديالها جيده. و بعد ما زوقنا البايلا ديالنا بقاتنا اخر مرحله اللي هي غندخلوها الفران باش تزيد تشرب داك لو جو اللي فيها، ماكسيموم واحد 10 ديال الدقائق ونتلاقاو في الشكل النهائي. وصلنا نهاية ديال الحلقة، البايلة ديالنا ها هي الشكل النهائي ديالها كيف ما كتشوفوا، غزال وكيشهي، واحد الرويحة ما نقولش لكم. نتمنى تجربوها وتشاركوا معي التطبيقات ديالكم. بالصحة والراحة وتبقوا على خير.